مساء الخير وأهلا بكم في نشرة الحصاد من أورينت. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بأبرز العناوين. الغزو الروسي لأوكرانيا، عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا، والناتو ينشر 4 كتائب قتالية جديدة شرق أوروبا. تحقيق يكشف سجونا ومعتقلات لميليشيا قسد السرية وسجن التابوت أبرزها. وسط صمت دولي، آلاف الأطفال يواجهون خطر البقاء لأكثر من 30 عاما في مخيمات تديرها ميليشيا قسد في سوريا. وفي خبر اليوم، جدل واسع في الأوساط المغربية بعد سحب وزارة الثقافة جوائز أدبية من 9 فائزين. أغلب الجمعيات ولا المنظمات الموجودة بالرقة لم تستهدف هذه الفئة المهمة. وفي صورة سورية، مع ازدياد عدد مرضى السرطان في الرقة وبسبب إهمال ميليشيا قسد، شبان يطلقون مبادرة لإعانة المرضى في رحلة علاجهم. أعلن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على روسيا. وأكد سوليفان كذلك أن بايدن سيعمل مع الحلفاء بشأن تعديلات طويلة الأمد فيما يتعلق بوجود الناتو في أوروبا الشرقية. الرئيس بايدن سيحضر قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي، ينضم إليها 29 زعيما آخرين، ويجري اجتماعا مع زعماء مجموعة الدول السبع. هناك فرصة للتنسيق في المرحلة التالية من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وسينضم الرئيس بايدن إلى شركائنا في فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتجديد العقوبات الحالية لقمع التهرب ولضمان تطبيق صارم. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ أن الناتو سينشر مزيداً من القوات في الشرق الأوروبي لتعزيز دفاعاته ضد روسيا في خاصرته الشرقية. وأوضح كذلك بأن الحلف سيصادق خلال القمة التي تعقد غداً على 4 كتائب قتالية لنشرها في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا. وشدد ستولتنبرغ على أن الغزو الروسي لأوكرانيا مروع وقاس، مشيرا إلى أنه أدى إلى معاناة إنسانية مرعبة ومؤلمة. كما أكد الأمين العام أن دول الحلف عازمة على دعم أوكرانيا، مضيفا أن ضم كييف للحلف ليس مطروحا الآن، لكن دعمها أولوية على حد تعبيره. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن حوالي 100,000 شخص محاصرون في ماريوبول بظروف غير إنسانية. وأكد زيلينسكي أن روسيا أفشلت كل محاولات فتح ممرات إنسانية لإخراج المحاصرين. هناك نحو 100,000 شخص محاصرون بشكل كامل في ماريوبول في ظروف غير إنسانية، لا طعام ولا ماء ولا دواء، تحت القصف الروسي المستمر. نحاول منذ أكثر من أسبوع تنظيم ممرات إنسانية لإخراجهم. للأسف أحبط المحتلون الروس كل محاولاتنا. استولوا أيضا على أحد الأعمدة الإنسانية على الطريق المتفق بالقرب من المدينة، وأسروا موظفي خدمة الطوارئ الحكومية وسائقي الحافلات. نحن نبذل قصارى جهدنا لتحرير شعبنا وإلغاء حظر حركة المساعدات الإنسانية. نواصل العمل على مختلف المستويات لدفع روسيا من أجل السلام وإنهاء هذه الحرب الوحشية. انضم إلينا من أرهوس عبر الهاتف المختص بالشأن الروسي والكاتب والباحث الأستاذ سامر الياس. مرحبا بك معنا أستاذ سامر في حصاد أورينت. هذه الكتائب التي ينوي حلف شمال الأطلسي أن يرسلها إلى الحدود مع أوكرانيا، كيف تستقبلها يا ترى موسكو مثل هكذا أخبار على الناحية العسكرية؟ أعتقد بأن الجانب الروسي أعلن سابقا بأنه ضد توسع حلف شمال الأطلسي في هذه المنطقة، ولكن في شرق أوروبا، ولكن في المقابل هو لا يملك أي أدوات من أجل استهداف هذه الكتائب والفرق العسكرية في حال لم تدخل إلى الأراضي الأوكرانية. روسيا كانت أعلنت بأن أي
أي جنود أمريكيين أو غربيين سوف يكونون في داخل أوكرانيا هم هدف مشروع، وكذلك شحنات الأسلحة. ولكن فيما يخص تواجدهم في خارج هذه المنطقة فأعتقد بأن روسيا غير قادرة على فعل أي شيء. وفي المقابل فواضح تماما أن الغزو الروسي على أوكرانيا أدى إلى نتائج عكسية، وهي تمدد حلف شمال الأطلسي وانتشاره قرب الحدود مع روسيا في مناطق البلطيق وبولندا ورومانيا وغيرها من مناطق شرق أوكرانيا شرق أوروبا التي كانت دعت موسكو الغرب في رسالة الضمانات في منتصف ديسمبر كانون الأول الماضي إلى سحبها من هذه المنطقة والعودة إلى حدود الناتو في عام 1997. وربما يكون هذا أول نتيجة سلبية مباشرة لنتائج غزو روسيا لأوكرانيا، حيث أنها وإن ربحت عسكريا على الأرض فإنها سوف تخسر بشكل أساسي استراتيجيا بتقدم البنية التحتية للناتو وتعزيز وجودها في شرق أوروبا. هذا بالنسبة للتعزيزات العسكرية التابعة لحلف الناتو التي ربما يتم إرسالها إلى الحدود مع أوكرانيا. ماذا بالنسبة للعقوبات الجديدة التي قال البيت الأبيض أو مستشار الأمن القومي لجو بايدن بأنهم سيفرضونها على روسيا؟ العقوبات الأمريكية وصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أقصى درجة ممكنة أعتقد في موضوع العقوبات، وهي فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي. ولكن إذا كانت هذه الخطوة يمكن تريد الولايات المتحدة الأمريكية البناء عليها، فعليها إقناع الجانب الأوروبي بالتخلي عن مصادر الطاقة الروسية وبدرجة أولى النفط الروسي. لكن هذه المهمة تبدو صعبة جدا في ظل حاجة أوروبا الكبيرة إلى النفط ومخاوف من ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة إلى حدود 200 دولار أو أكثر من ذلك في حال فرض الحظر من دون وجود بدائل للنفط الروسي. العقوبات ربما تعطي أثرا على المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، ولكنها على المدى المنظور لا يمكن أن تحدث اختراقات كبيرة في المنظومة الروسية وتؤثر على ذلك، باستثناء الأوضاع المعيشية للمواطنين الروس، تراجع سعر الروبل وهي كلفة باهظة بطبيعة الحال، ولكنها لن تجبر روسيا على الانسحاب في الفترة القريبة المقبلة وتحتاج إلى وقت من أجل أن تعمل. العقوبات تكون فعالة عندما يتم توافق أوروبي كامل على موضوع الطاقة وحظر منتجات الطاقة الروسية وفي البدء منها النفط، ولاحقا على المدى المتوسط والبعيد أعتقد بأن أوروبا اتخذت قرارا محددا بالتخلي عن الغاز الروسي وتبعيتها للطاقة بالنسبة لروسيا. طيب بالنسبة لما يجري على الأرض الآن ميدانيا أو عسكريا، النقطة الفارقة فيما يجري هو حصار ماريوبول، هذه المنطقة أو المدينة التي تعتبر استراتيجية ومهمة جدا بالنسبة لروسيا. هنا دعني أسأل، فلوديمير زيلينسكي يقول بأن هناك 100,000 إنسان محاصر في ماريوبول الآن، وأن روسيا لا تسمح بدخول المساعدات أو فتح ممرات إنسانية لإخراج المحاصرين. روسيا إلى متى مستعدة أن تبقى تحاصر ماريوبول؟ الجانب الروسي مهتم جدا بالسيطرة على مدينة ماريوبول على الأقل من أجل تحقيق هدفه الأول الأساسي، لأن اسم العملية اسم الغزو على أوكرانيا الرسمي في الجانب الروسي هو العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس. وماريوبول تقع ضمن الحدود الإدارية لمنطقة دونباس قبل عام 2014. بوتين مصر على هذه المدينة واحتلالها بأي طريقة كانت واستسلام الجانب الأوكراني فيها، لأنه يمكنه فيما بعد القول بأنه حقق نتائج العملية العسكرية وأعاد دونباس إلى أعاد كامل أراضي دونباس إلى الانفصاليين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلن أنه يوافق على استقلالهما واعترف باستقلالهما. لذلك هذه المدينة استراتيجية من هذه الناحية، استراتيجية من ناحية أخرى وهي أنها ميناء أساسي على بحر أزوف وتسمح له بتحويل هذا البحر إلى بحيرة روسية مغلقة على حلف الناتو وعلى الأطراف الأخرى. اليوم بعد نحو شهر من القتال نجد أن روسيا لم تسيطر إلا على مدينة واحدة كبيرة هي خريسون، ولكن هناك حرب عصابات فيها وهناك عدم استقرار كامل فيها، ويمكن أن
ترجع الأمور بشكل سلبي على روسيا، لذلك هو مصر على هذا الهدف أعتقد لإنقاذ ما وجه الفكرة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من أرهوس الكاتب والباحث المختص بالشأن الروسي الأستاذ سامر لياس، شكرا جزيلا. وفي ملف الاتفاق النووي الإيراني، قالت الخارجية الأمريكية إن المضي قدما بشأن البرنامج النووي يتوقف على طهران ومدى تذليلها للصعوبات. وأكد نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الاتفاق ليس وشيكا ولا مؤكدا ما يحتم الاستعداد لأي احتمال مفاجئ على حد تعبيره. تأتي تصريحات واشنطن بعد قرابة الأسبوع على محادثات فيينا الأخيرة والتي أوشك الاتفاق على الملف النووي الإيراني على التحقق، إلا أن شروطا روسية جديدة مرتبطة بالعقوبات عليها عقب غزوها أوكرانيا عرقلت المفاوضات وأحدثت تغييرا جديدا في الخطاب الأمريكي. كشف تحقيق استقصائي وجود 49 مركز اعتقال وسجنا سريا لميليشيا قسد، أبرزها سجن التابوت الذي يشبه القبر. التحقيق استند إلى شهادات مختطفين سابقين وصحفيين وحقوقيين، وثقتها منصة حكاية من حكت وشبكة نيريج. المتعاونين في إعداد التحقيق كاشفين خلاله مناطق توزيع السجون وتصنيفاتها. نتابع. في كشف جديد لحجم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من ميليشيا قسد بحق المدنيين في مناطق استيلائها وخاصة المختطفين لديها، تحقيق جديد يكشف عن سجون سرية للميليشيا وممارسات إجرامية تضاهي ممارسات نظيرتها ميليشيا أسد. التحقيق الذي نشر بالتعاون بين منصة حكاية من حكت وشبكة نيريج يؤكد ما وثقته أورينت عبر تقرير لها قبل أيام حول تفنن ميليشيا قسد بتعذيب المختطفين في سجونها، ما أدى إلى مقتل العديد منهم، مستندة إلى شهادات مختطفين سابقين وذوي قتلى قضوا في زنازين الميليشيا في المنطقة. وفقاً لشهادات مدنيين وصحفيين وحقوقيين جمعها التحقيق الجديد، فإن ميليشيا قسد تمتلك 38 معتقلاً سرياً وثمانية سجون مركزية، فضلاً عن وجود ثلاثة تابعات لقوات التحالف الدولي بشكل مباشر لمحافظة الحسكة، حصة الأسد منها ب15 معتقلاً، تليها دير الزور ب12، فيما كان نصيب الرقة 9 معتقلات سرية، وأخيراً ريف حلب بمركزي اعتقال. الانتهاكات لا تقتصر على التعذيب وأساليب الاختطاف واستنساخ عقلية ميليشيا أسد بتلفيق التهم. ميليشيا قسد وجدت من تنظيم داعش سبباً كافياً لدعشنة أبناء المنطقة وتوجيه تهمة الانتماء له لكل من تريد اختطافه، فضلاً عن التعامل مع فصائل المعارضة، فالمختطفون لا يعرفون التهم الموجهة لهم ولا يخضعون لأي تحقيق أو محاكمة إلا بعد مضي مدة تمتد من أسبوع إلى أشهر. ما نحن إن الله. أكثر من 4000 معتقل وما يزيد على 500 سيدة وقرابة 710 أطفال تم اختطافهم من ميليشيا قسد بحسب التقرير، قضى منهم 79 شخصاً، أرقام يرى السوريون أنها لا تمثل سوى جزء صغير من الأرقام الحقيقية التي تصر الميليشيا على زيادتها لتحصيل دعم أكبر من قوات التحالف الدولي المتغاضية عن إجرام قسد بحق أبناء المنطقة. في شمال شرق سوريا، حذرت منظمة أنقذ الأطفال من أن الأطفال المحتجزين في المخيمات التي تسيطر عليها ميليشيا قسد قد يبقون عالقين
لمدة 30 عاما. المنظمة قالت إن تحذيراتها تعود لبطء البلدان باستعادة الأطفال وعائلاتهم خشية أن يشكلوا تهديدا لأمنها في المستقبل بحسب تبريرات تلك البلدان. تلاحقهم وصمة العار بسبب تاريخ آبائهم، فيعيشون ظروفا كارثية إنسانية وصحية وأمنية. إنهم أطفال مخيمات شمال شرق سوريا التي تضم نساء وأطفال عناصر داعش تحت إدارة ميليشيا قسد التي تمارس عليهم أشد أنواع العنف والاستغلال. منظمة Save Children الدولية حذرت من أن الأطفال المحتجزين في هذه المخيمات قد يبقون عالقين فيها 30 عاماً نتيجة بطء بلدانهم بعمليات استعادتهم. مخيم الهول والروج يضمان عشرات الآلاف من الأطفال الأجانب من 60 جنسية على الأقل، يقبعون في ظروف معيشية قاسية، ورغم المطالبات الدولية المتكررة والتحذيرات الأممية لأوضاعهم الكارثية، تتردد بلدانهم وخاصة الأوروبية منها في استعادتهم خشية تشربهم الفكر الداعشي، ما يشكل تهديداً لأمنها في المستقبل بحسب تبريراتهم. خلال العام الماضي توفي في مخيم الهول وحده 74 طفلاً، بينهم 8 تعرضوا للقتل نتيجة الفلتان الأمني وسوء إدارة ميليشيا قسد للمخيم الذي يشهد فوضى عارمة بين الحين والآخر. قاطنو المخيم اتهموا ميليشيا قسد بسوء معاملة الأطفال في مواقع احتجاز تصفها بمراكز التأهيل التي تفتقر لأساسيات الحياة وتتفشى فيها الأمراض. منظمة العفو الدولية لفتت في تقارير لها إلى أن تقاعس قسد عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم أدى إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف والعنف، في حين تحذر المنظمات الأممية من أن بقاء أطفال وقُصّر مجهولي النسب والجنسية داخل هذه المخيمات لوقت طويل ودون أدنى مقومات للحياة قد يخلق جيلاً جديداً من الجهاديين والمقاتلين الجدد. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر سكايب من أورفا الصحفي صهيب الجابر. أهلا بك صهيب. صهيب، يعني هذه التقارير تتحدث عن ظروف معيشية صعبة يعيشها أطفال هذه العائلات في مخيمات مخيم الهول ومخيم الروج، لو حدثتنا أكثر عن الظروف التي يعيشها هؤلاء الأطفال تحت إدارة قصد وخصوصا ما يسمى أو ما يعرف بمراكز التأهيل. نعم، بداية أحييكم السادة المشاهدين. طبعا هنالك الكثير من الظروف التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال، وهي العزل أحيانا عن أمهاتهم، أيضا هنالك مراكز كما ذكرت التقارير التي أوردتموها قبل قليل، هذه المراكز أيضا لا يتم التعامل فيها مع الأطفال على أنهم بالفعل أطفال، إنما يتم التعامل معهم على أنهم ضالعين في ما يرتكبه تنظيم دولة تنظيم داعش في المنطقة. وآخر هذه الحوادث كانت في سجن الحسكة عندما ظهر مقطع فيديو لعدد من الأطفال الذين كانوا عالقين بين مطرقة قسد وسندان التنظيم أثناء العملية، وناشدوا المنظمات الحقوقية حينها بأن تتدخل لغوثهم. هذا جزء أيضا مما يعني يواجهه هؤلاء الأطفال. أيضا حالة الإنكار من قبل البلدان الأوروبية تحديدا التي ترفض استعادة هؤلاء الأطفال بدواعي أنهم يحملون الفكر التكفيري و منتمين بالفعل للتنظيم، بينما هنالك حلول كثيرة بحسب منظمات حقوقية، وهي إعادة تأهيلهم بشكل فعلي عن طريق الإرشاد النفسي وعن طريق مراكز مخصصة بشكل علمي، من الممكن أن يكون هنالك نتيجة تترتب على ذلك. لكن أيضا هنالك معضلة الآن حقيقة في 3 مخيمات، وهي مخيم روج، مخيم الهول، ومخيم عين عيسى التي تحدثت عنها المنظمات ومنها Save the Children، التي قالت أنه هنالك أكثر من 18,000 طفل عراقي موجودين في هذه المخيمات، بينما ذكرت 7,300 طفل من جنسيات أجنبية من عدة دول من تقريبا 60 دولة بحسب التقارير. وذكرت أيضا أن هنالك فقط في مخيم الهول 56,000 شخص موجودين، قسم منهم نسبة منهم من الأطفال، وهؤلاء أيضا بالمناسبة يتعرضون لمصاعب، منها
الحرائق المفتعلة في هذا المخيم وعمليات تصفية الحساب في مخيم الهول والخلايا الموجودة والتي تنفذ عمليات اغتيال. طبعا هذه الخلايا لا تراعي تواجد أطفال أو غير ذلك، وبالتالي هم معرضين للخطر بحسب التقارير الأخيرة. أيضا أمر آخر يجب أن يؤخذ بالحسبان وهو الاتهامات التي وجهت من قبل لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة خلال الشهر الماضي، التي اتهمت السلطات الفرنسية بانتهاك حقوق الأطفال الفرنسيين تحديدا الموجودين في مخيمي روج والهول، وقالت أنهم يتم التعامل معهم، هذه المنظمة منظمة حقوق الطفل، قالت أنه يتم التعامل مع الأطفال بشكل تعسفي ودون مراعاة أنه هنالك وسائل لإعادة تأهيلهم ومن ثم إعادتهم إلى بلدانهم. الجنسيات طبعا التي تعود غالبا ما تكون من الجنسيات الروسية، الكازاخية، من إقليم كوسوفو أو من أوزبكستان، لكن جنسيات أخرى مثل الجنسيات البريطانية، الفرنسية والدول الأوروبية عموما دائما ما يكون التعامل معهم بشكل بطيء، وهذا ما دفع منظمة أنقذوا الأطفال لأن تقول أنه قد تستغرق هذه العملية لأكثر من 30 عام إذا ما تمت بهذه الآلية. هنالك إجراءات معقدة وأيضا طويلة جدا من الناحية الزمنية، وهذا ينعكس على سرعة إنجاز هذه العملية وعودة نعم. هؤلاء، وبالمقابل لا يوجد أيضا نعم. بالنسبة للتنظيم يعني صهيب لو حدثتنا قليلا ما هي هذه الإجراءات، يعني دول مثل أوروبا مثلا يعني كيف لا تستعيد رعاياها وهي تتحدث عن حقوق الإنسان والأطفال؟ هؤلاء الأطفال ينتمون إلى هذا البلد وبقاؤهم بهذه الظروف المعيشية الصعبة، ويعني هم فعلا قنابل موقوتة، يعني ألا يجب يعني أن تأخذ هذه الدول هؤلاء الأطفال وتقوم بإعادة تأهيلهم؟ أليست هذه مسؤوليتها؟ ما الذي يجعلها تتباطأ في استعادتهم؟ وقد استعادت هي فعلا عدد قليل جدا ولكن من هذه العائلات لاعتبارات يعني غير معروفة. يعني حقيقة الإجابة هي تتلخص فيما في عبارة ذكرتها وهي قنابل موقوتة. الدول الأوروبية تنظر إلى هؤلاء الأطفال على أنهم بالفعل قنابل موقوتة، ولذلك تفضل أن يبقوا في سوريا التي فتحت الحدود معها لفترة لسنوات من أجل إرسال المنتمين لتنظيمات إرهابية ومنها تنظيم الدولة، وتفضل الدول الأوروبية أن تبقي على هؤلاء الأطفال وعلى عوائلهم أيضا من النسوة، نسوة التنظيم والمقاتلين داخل سوريا، وهذا كان الهدف الأساسي من وراء إرسالهم أساسا إلى سوريا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا هنالك إسقاط للجنسيات في عدد من البلدان مثل الجنسيات الأمريكية والبريطانية، جميعنا شاهدنا ما حدث مع من تسمى عروس داعش الشميمة، هكذا يعني اسمها، هي إحدى نساء التنظيم التي أسقطت عنها الجنسية البريطانية، وهذا بالضبط ما تفعله عدد من الدول الأوروبية، تسقط الجنسية عنهم وبالتالي. ولكن الأطفال ما ذنبهم؟ يعني ما ذنب الأطفال؟ هذا صحيح، ومن الناحية الحقوقية صحيح، ومن المفترض أن يكون هنالك تعامل خاص على حدة مع الأطفال، لكن هذا في حال كانت يعني الحقوق أو حقوق الإنسان عموما في جميع المناطق مصانة، لكن حقيقة ما نشهده اليوم هو عكس ذلك تماما. هنالك انتهاكات جسيمة جدا واضحة، ومن ضمنها التقرير الذي تفضلتم به قبل قليل ذكرتموه عن سجون قسد في مناطق متفرقة، والتي أحدها سمي بسجن التابوت. الحقوق في سوريا غير مصانة حقوق الإنسان، وهذا يعني ما يحدث على يد الكثير من الجهات، منها قسد وتنظيم داعش ونظام الأسد الذي بدأ أساسا بهذه الانتهاكات والجرائم، وبالتالي هنالك تجاهل وتغاضي عن جميع الحقوق إذا ما كانت ضمن رقعة جغرافية محددة وهي سوريا. نعم، الصحفي صهيب الجابر من أورفا كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. مضت 4 سنوات على تهجير سكان الغوطة عن منازلهم متجهين إلى الشمال، وما زالت آثار الدمار في الغوطة إلى الآن شاهدا على همجية عدوان ميليشيا أسد والروس في تلك المنطقة. انطلقت حملة راجعين من نشطاء الغوطة للتذكير بفداحة الجرائم المرتكبة بحق أهاليها بدءا من الحصار والانتهاكات في 2012 وصولا للتهجير الديموغرافي. قبل 4 أعوام مضت حزم أهالي الغوطة الشرقية حقائبهم وبدأوا رحلة تهجيرهم بغصة وكثير من الألم
تاركين خلفهم منازل بات أغلبها ركاما بفعل قصف ميليشيات أسد والاحتلال الروسي وتآمر المجتمع الدولي على ثورتهم، رافضين الخنوع لبشار أسد بعد حصار وإجرام لا مثيل له على مرأى ومسمع العالم. الغوطة غرقانة حزن تبكي على اللي راح ويلي بتراه، من دفن لابد يكون مرتاح. سويت بينا يا زمن. هو اختصار لحال أهالي المنطقة بصوت منشدها أبو ماهر صالح قبيل وصول حلقات مسلسل التهجير إلى الغوطة الشرقية في 22 من شهر آذار عام 2018 بانطلاق أول قافلة نحو الشمال. احنا طالعين هلا من الغوطة الشرقية انه حطينا بين خيارين، يا اما نطلع على إدلب يا اما نصالح النظام، ونصالح النظام صعب كثير، انه هو اللي ضربنا وهو اللي انا متصاوب من فوق لتحت من النظام من طائراته ومن روسيا الخاينة وإيران. قد لا يخيل إليك أبدا أن هذه المشاهد جديدة لغوطة دمشق الشرقية، فالركام ما زال شاهدا على حقد ميليشيات أسد الطائفية، ومئذنة المسجد المدمرة تظهر حجم الحقد الطائفي الممارس من الميليشيات قبل استيلائها على المنطقة وتهجير سكانها. فبخلاف ادعاء زعيم الميليشيا بشار أسد توفير الخدمات وتأمين كافة مستلزمات الأهالي، لا شيء مما سبق هنا سوى عبارات تمجده وسط انتشار كم هائل من القمامة في الطرقات. الراجعين وهذه الحملة ستقوم على إعادة تسليط الضوء على قضايا التهجير القسري، على جريمة التهجير القسري وعلى الانتهاكات التي حصلت في الغوطة الشرقية، وستطالب الحملة بمحاسبة الجنات الذين اشتركوا في ارتكاب مختلف أنواع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الغوطة الشرقية. راجعين حملة إعلامية جديدة أطلقها ناشطون من الغوطة الشرقية تهدف إلى تسليط الضوء على انتهاكات ميليشيات أسد بحق أهالي المنطقة، وعلى رأسها جريمة التهجير القسري التي تعد إحدى أشد جرائم العصر بشاعة، والمطالبة بمحاسبة الجنات المشاركين فيها، فضلا عن التذكير بالحصار الخانق الذي تعرضت له الغوطة الشرقية في عام 2012 امتدادا إلى عام 2018، وهو أطول حصار تعرضت له منطقة مأهولة بالسكان على غرار حصار مدينة سراييفو عاصمة البوسنة، وسط تساؤلات عن تفاعل المجتمع الدولي مع مأساة الأوكرانيين وصم الآذان وإغماض العيون أمام مآسي وأهوال السوريين. خبرنا اليوم من المغرب، حيث قررت وزارة الثقافة سحب جائزة المملكة للكتاب عن دورة 2021، ليثير هذا القرار جدلا واسعا في الأوساط الثقافية والعامة في المغرب. الجائزة تعد من أهم الجوائز في المغرب لتقييم الإصدارات الأدبية المختلفة، والتي حصل عليها مناصفة 9 مؤلفين في 5 أصناف أدبية. المؤلفون الفائزون ومن خلال بيان مشترك أكدوا لجوءهم للقانون في وجه ما اعتبروه قرارا جائرا. الوزارة من جانبها عبرت عن أسفها من اختزال أهمية الجائزة بقيمتها المادية من قبل الفائزين بعد تقدمهم بطلب تمكينهم من المبلغ الكامل، وصفة ذلك بالسابقة في تاريخ منح الجائزة. مع ازدياد أعداد مرضى السرطان وحالات الوفيات اليومية، أطلق شبان من أبناء الرقة مبادرة تهتم بالمرضى وتعينهم في رحلة علاجهم. ويسعى الشبان لافتتاح مركز بهدف استقبال المرضى بدل ذهابهم إلى مناطق ميليشيا أسد. نتابع. أغلب الجمعيات ولا المنظمات الموجودة بالرقة لم تستهدف هذه الفئة المهمشة من مصابي السرطان، فعملنا على ترخيص وإنشاء هذه الجمعية لعل وعسى أن نعطي شيئا بسيطا لأهلنا مرضى السرطان ونساعدهم بالإمكانيات المتوفرة.
صابني هذا المرض، ورحت انا استويت تحاليل واجراءات شغلات خذوا مني وقالوا لي المرض سرطان، وبعثوني على دكتور عواد العواد نفس العمليه، طلب مني صور وتحاليل طبعا وضعي تعبان وما عندي شيء يعني اني والله صار يحمدون هنا وزينه ومساعدتهم زينه يعني. معكم موسى الشوكان مدير جمعية السرطان بالرقة. نحن جمعية تطوعية مجانية خيرية انشئت في 12/4/2021. طبعا نزلنا للشارع البيت بيت وعملنا إحصاء لمرضى السرطان واستبيان، فحاليا لدينا مسجلين بالجمعية 1103 مرضى مصابين بالسرطان، منهم 629 مصاب بسرطان الثدي و239 طفل مصاب بسرطان والباقي مختلف أمراض السرطان الأخرى. أولا تعاقدنا مع 18 طبيب مختص في الرقة مختلف الاختصاصات، من عينية ولا قلبية ولا هضمية ولا نسائية ولا أطفال. بمجرد حالة من جمعية السرطان يروح المريض على الدكتور المختص فتكون المعاينة مجانية، فممكن يطلب الدكتور أي دواء، يتوجه المريض يجيب الراشيتة يأخذها من جمعية السرطان بحسب المتوفر بصيدلية الجمعية نعطيه، والمتوفر نحاول نأمن إياه بالأيام القادمة. طبعا هناك ثلاث مخابر كتحاليل مجانية، مخبر السوسن تحاليل مجانية، مخبر البيروني والأمين يأخذون نص القيمة من المريض. طبعا الشباب والبنات المتطوعين معنا من 12/4/2021 لم يتقاضوا أي راتب، تطوعية مجانية، حتى المكان اللي ناخذه ندفع أجاره، الامبيرات ندفع أجارا، فنضطر كونه ما في داعم ولا مانع حاليا، فنضطر ننزل للشارع نجمع تبرعات من الشوارع من أهل الخير، في ناس تجي على المكان جمعية تعطينا تبرع بالوصل، نطلب أن يكون هناك مركز متخصص لمرضى السرطان مدعوم من جهة مانحة، فهناك يوجد فيه الجرعة الكيماوية لتخفيف العبء الكبير عن مرضى السرطان، وهناك يوميا أو كل يومين هناك حال أو حالتين تتوفى من مصابي السرطان. بهذا نصل إلى نهاية نشرة الحصاد من أورينت، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا عبر الإنترنت orient-news.net. شكرا لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.